سوريا فعلا الناس كيموتوا اكثر، الناس ما كيموتوش في المغرب. زعما انتهاكات حقوق الانسان ما كاينش الموت. ملي بديت انا نخدم ما سجلناش موت. يعني الحراك الريفي ما يمكنش نعتبره جريمه ضد الانسانيه لانه ما كانش على نطاق واسع، ولا ممكن؟ لا ما كانش على نطاق واسع. وثانيا ما هي الا جينا نشوفوا العناصر المكونه للجريمه الانسانيه، اولا خاص يكون منهجي، وما كانش منهجي. ملي كتشوف مصر كيديروا المنهج كيمشي بعيد. يعني كاين واحد سميناها بالانجليزي دي اسامبلي لاين اوف تورتشر، اسامبلي لاين، ما عرفتش نترجمها بحال في واحد لوزين. كاين واحد التسلسل، كاين واحد التسلسل منهجي ومنهج. زعما اولا كيش كيختطفوك في الزنقه، وكيديروا لك اصبع على عينيك، وكيديروك في الطوموبيل، وكيهبطوا لك راسك تحت الكراسه، وكتوصل لواحد البلاصه غير مجهوله، وكتسمى مختفي لان عائلتك ما عارفكش فينك، البوليس ما كيقولوش انك عندهم، وكتدوز واحد العدد ديال الوقت، واحد العدد ديال الايام، وانت حتى واحد ما عارف فينك. هذا كيتسمى الاختفاء القسري. وكيبداو يعذبوا، اولا كيبداو يضربوك قبل كاع ما يسولوك على حتى شي حاجه، وكيضربوك وكيعلقوك في الحيط، وكيعلقوا لك يديك في الحيط اللور، وكيديروا لك الصاعق الكهربائي، وهذا الشيء كله بطريقه بحال واحد كاين واحد التسلسل مو منهج. هذا الشيء ما كاينش في المغرب. كاينش في المغرب. اللي وقع للناس ديال الحراك هي انهم تقبطوا، ومنين تقبطوا تضربوا في الكوميساريات، ومن بعد تيقول لك كل واحد كيفاش سنى الاعترافات ديالو تحت الاكراه. وكاين كاين اساليب مختلفه ديال الاكراه كتختلف من سجين لسجين. لذلك هاد الصفه ديال المنهجيه ما يمكنلاش تطبق على المغرب كيفاش كتطبق على مصر. لذلك لا، احنا في المغرب بعاد من الجريمه الانسانيه، ولكن